روافد اللي يقوم بهذه الأعمال دائما بإشراف مهندس صوتي متميز ليظهر العمل كسيفي وكذلك كظهور أمام الجمهور وفرصة على مسرح الشادي. ختام المشاركات ومسك الختام مع المتسابق راشد السبيعي ومع الزميل سعد الغرمول. سعد تفضل. يا مرحبا يا سلطان، مسك الختام بإذن الله مع المتسابق راشد السبيعي. مرحبا يا راشد. مرحبا يا مرحبا. ايش قاعد تسوي يا راشد؟ مشابة المسح. اصبر اصبر راشد. اصبر والله انت قاعد بس 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 قاعد تضيع التوتر. ها اي خلاص امور زينه. انت واضح انك قاعد تضيع التوتر بطريقه مختلفه يا راشد. ما ادري والله انا اخوك متوتر. طيب ولا لا؟ والله الامور زينه. الامور تمام؟ طيبه تمام تمام. راشد انت لك اعمال سابقه ولك خبره في في الانشاد. اعمال سابقه. كم خبرتك في الانشاد؟ سبع سنوات تقريبا. ما شاء الله سبع سنوات. الله يوفقك يا راشد قدامك المسرح، ولا ودنا نطيل معك، نبي نشوف ابداعك على المسرح. الله يطول عمرك. الله يوفقك. الله يوفقنا وياك ان شاء الله بالتوفيق. مشاهدينا نشوف تقرير راشد. معكم راشد بن مفلح السبيعي، العمر 27 سنة، من محافظة رنية، ونشأت في مدينة جدة. ومن هواياتي التصوير، رجال أحب أصور وأحفظ القصيد، ولي بيت طال عمرك أردده لي يمكن 3 أيام للشاعر عبد الله السرايد، يقول: ما تمنعني حدود المسافة عن التعبير، أنا توي مسولف معك وأنت ما تدري. انتظروني على مسرح الشادي في قناة بداية يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. يا ريف الخفوق اللي تدانا ثمار ساقيه، لا تقتل نمو العشق في داخل مهدام، رغم وجعة الخذلان عادل غلا طريه، هماجه قراح وقهوته سكر زيادة، جبرتيني يا عدي خطاك انت ما عديه، وتعودت شيء منك ما كنت معتادا، متى ما انتقل حب المحبين للترفيه، فقد قيمته واستثقل العاشق قعده. سلامتك. وانت سالم يعطيك العافية يا راشد. مبدع صح صوتك. نسمع إلى رأي لجنة التحكيم، نبدأ مع الدكتور فيصل. والله أنا بتعلم من أبو فارس شغلة، وهي أن يعطينا واحدة ثانية، أن رأينا في كذا شخص أنه ما ترى في الثانية قيمنا أكثر. يا سلام. في الأولى يعني إيش رأيك يا راشد؟ لا بنسمع واحدة ثانية. يا خذ راحتك. دوافع قصيدي عين خلي وخلي راح، ولا عقب عينه عين لو طرفها مملوح، فلا ترتجي مني شطر بيت لين اجتاح، أثر صدمة الفرقة وصدت ولي في الروح، ترى صدمة الفرقة مثل نازع الأرواح، اتعقد اللسان وتضهد الصدر لين يفوح، اتعقد اللسان وتضغط الصدر لين يفوح.
سلامة. يا سلام وسهلا، يعطيك العافية. ما شاء الله عليك. تفضل. يعني لازم نقول لهم الموضوع هذا، ها؟ لازم يحطونا في الكلام. لازم. يعني أنت يا أخوي سلطان، يعني أنت ما شاء الله مقدم البرنامج، سيب اللجنة الآن. طيب. يعني خلنا بنسمع رأيك الآن. أنت في الأولى ولا في الثانية بتخيب؟ أسألك بالله. والله في الثانية فرق. كل اللي بيجونا يجونا زي كده يا راشد. يعني لما إنه أبو فارس فتح لنا هالباب. جزا الله خير، هذا الرجل يشكر. استعمل. انه يا جماعه خلي يقول عطني واحده ثانيه، عطني واحده ثانيه، عطني، فنبدا نقيم في الثانيه. والان هو وهذا اللي تكلمنا فيه يا دكتور من اول حلقه مع ابو فارس ومعكم على موضوع اختيار المشاركه المناسبه للمتسابق. والله الاولى قالها على البيات، الحين راح حجاز راح كذا، ما شاء الله، وحتى هو اندمج صح ولا لا يا راشد؟ الديره قريبه من الحجاز وكذا، فاللون ما شاء الله الله يطول عمرك، جدا مؤثر عليه الله يطول عمرك. انا اهنيك يا راشد حقيقه، انا حطيت الدرجه كامله. الله يطول عمرك. والله غيرت التقييم الاول يا دكتور؟ لا في البدايه انا لا ما غيرت، وقفت كذا قلت يمكن في الثانيه يقولوا فعلا، فاعطيته والله الدرجه كامله. تستاهل يا راشد. يعطيك العافيه يا دكتور ابو فارس. راشد الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. الحقيقة حنا إذا طلبنا مشاركة ثانية حرصا منا أن حنا ما نفرط في أي شخص، ربما تعثر في الأداء الأول، ضغوط نفسية، ما توفق على دخول طبقة مناسبة للحل اللي يحتاجه، فالدخول في مشاركة ثانية هذا يوضح يعني جليل إذا الشخص عنده شيء يقدر يقدمه ولا لا. راشد قدمت اللحن الأول، ترى اللحن الأول ما كان سيء، رغم أن الجماعة كانوا يأيدون لحن ثاني ومعهم حق لحن ثاني. اللحن الأول كان ممتاز، لكن تسمع إن شاء الله إذا رجعت. كنت مستعجل، الواحد صار طربان ما تقدر يستعجل، يأخذ راحته ويجر اللحن لين يستوعب كل الشجل اللي فيه. الأداء الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن تجلى، يعني صراحة الصوت فتح مرة واحدة، وحتى أنت نفسيا حتى واضح يعني كنت مرتاح. نحتاج أصوات مثل الصوت هذا صراحة، يعني فيه الآن طلع عندنا كم واحد، ثلاثة وأربعة يمكن اللي أخذوا الكرت الذهبي، كل واحد سمة معينة أو يعني نمط معين. راشد اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن أعطانا نمط جديد وأعطانا قدرة على الأداء. والله صراحة فاجأني راشد بكل ما تعني الكلمة، وأنا سعيد إنه فاجأني بالشكل هذا. الله يعطيك العافية راشد، خليك التوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية أبو فارس. أبو سالم مرحبا يا راشد. الله يبقيك أبو سالم. أنا بسمع قصيدة منك اليوم، أنت عرفت بنفسك إنك تحفظ قصايد. أنا حافظ ترى ما يبشعر. طيب سمعنا أي شيء من اختيارك وقرب من المايك. طيب من اختياري خلني أعلمك. هي القصيدة هذه سراهيد؟ لا خلي السراهيد، سراهيد ونعم البيت اللي قلت أنا يكفي عن قصايد. مو قصايد. أسلم. لا هذه العابر عرف في تويتر معروف لا يعرف. على نفس القصيدة اللي أنا شلتها لأني والله حابها. أسلم. الآخر القصيدة أنا والله غنيت من أول قصيدة خمسة أبيات ما طولتها، لكن يقول شعور اللي قال لي رش صدر الوله بيديه، عجزت أتخطى نشوته وأترك بلاده، يا لبيه يلي كل ما قلت لي لبيه، عطيت الهموم عاز والضيقه إبادة، أنا العارف اللي منطقه يربك معاديه، ومامك رهين إن تربكه عين وقلادة. مع الناس صلف ألا معك ليه مدري ليه، يجيني شعور معرفة ميز أبعاد، لك الخافق اللي ما نزل قبلك أحدم فيه، ولك الدعوة اللي بين مصحف وسجادة. طيب يا سلام. أنت مبدع راشد ونجم وفالك التوفيق، ولا عندنا أي ملاحظة. الله يطول عمرك. يعطيكم العافية أعضاء لجنة التحكيم، يعطيك العافية راشد الآن مع مشاركة البلاي باك، عسى فالك التوفيق إن شاء الله. أنت مثل الحياة الفانية بالتمام، عارف أني بخليها وحبيتها، ليلة البارحة بين الصخب والزحام، لا طغى الزمان ولا تعديتها، ما تخطيتها روحي يا
يا راشد عسف لك التوفيق ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. وصلنا طبعا بعد ختام المشاركات. يعطيكم العافيه لجميع المتسابقين الحاضرين والواصلين في حلقه الليله، وللامانه كانت ليله ابداعيه. انا ودي اسمع راي ابو فارس عن هذه الليله وعن هذا الحضور. والله سلطان انا